رامي المركب من جنوب مدينة الدار البيضاء حيث يستعد فريق الوداد براوي باش يخوض حصة تدريبية استعدادا المباراة في المرحلة القادمة أمام فريق الفتح الرباطي. مباراة يعني صعبة للفريق الوداد وأيضا فريق الفتح الرباطي. أنا أعتبر هشام العمراني أنا طولنا عليه كثير. هشام رمز المعنى. هشام أول نحبك في البداية كما نعرف تفاصيل ديال فريق الوداد براوي. هشام مرحبا بك على راديو مارس. المباراة ديال فريق الفتح الرباطي انتصار الصعب على فريق الدفاع الحسني الجليلي. شفنا بحثوا على النتيجه اكثر من بحثوا على الاداء. يعني شنو كنا قلنا على المباراه ديال الدفاع الجليلي والسلام لكم مباراه الفتح الرباطي بعد لحظات انطلق الحصه التدريبيه سلام المواجهة. طبيعه الحال اولا اهلا وسهلا بالمستمعين ديال راديو ماس. دخلنا المقابله ديال الدفاع الجليلي بغرض تحقيق انتصار لان كان كيهمنا كثير ثلاثه نقاط داخل الميدان ديالنا, خصوصا ان المعنويات ديال اللاعبين ديال فريق الوداد كانت شويه مهتزه خصوصا بعد العرض القوي اللي قدمه فريق الديربي. والكل شاف كيفاش الفريق نهز فريق المقابله. الحمد لله حاليا حنايا غادي نحاولوا نخسروا البطوله. كاس العرش صفحه طويناها تعتبروا الماضي. الفوز امام فريق الدفاع الجديد رغم العرض ما كانش موقع ديال فريق الوداد ولكن ذلك كان بسبب العياء خصوصا اننا يوم الثلاثاء خدينا مقابله ديال 120 دقيقة. عرفنا كيفاش ننتصروا, عرفنا كيفاش نحافظوا على النتيجة, سجلنا هدف الحمد لله عندنا 12 نقطة ومقابلة مؤجلة. نتمنى إن شاء الله أننا نبقوا مسيرين إيقاع البطولة بهذا الشكل هذا وناخذوا مقابلة إن شاء الله باش نروحوا إن شاء الله للتوج ديالنا. كلمة هشام مباراة ديال الفتح كيفاش كتقراها؟ مباراة الفتح الوداد في المركب أمام الملاعب الجبري. بطبيعة الحال غنلعبوا أمام وصيف البطل ديال الموسم الماضي. فريق الفتح فريق جيد. رجع بهزيمة من فاس. غادي نحاول ان شاء الله في الاسبوع هذا مع الطاقم التقني ان شاء الله نشتغلوا على نقاط القوه ونقاط الضعف ديال فريق الفتح الرباطي وان شاء الله عندنا من الامكانيات اللي تخلينا اننا نمشيو للرباط باش ناخذوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. اذا شكرا لك هشام. غير الصديق المهدي عندك فقط عن انتصار الدفاع الحسني الجليلي في المركب الرياضي محمد الخامس. عندك فقط في اربعه ديال السنوات الوداد ما انتصرش على الدفاع الحسني الجليلي بالمركب الرياضي محمد الخامس. اخر انتصار الوداد على الدفاع الجليلي بمركب محمد الخامس كيرجع لمارس 2008 انتصار طابع الوداد الراسي ديالو 12 نقطه من اربعه ديال الانتصارات وهزيمتين مع مباراه مؤجله اللي غيخوضها في وقت لاحق فريق الوداد في مواجهه شباب الريف الحسيمي. كما قلت ايضا من جهه اخرى صديق المهدي فالجوله السابعه من بطوله الامل. نعطي معلومه للمستمعين ديالنا الكرام. امل فريق الوداد فتعادل مع فريق الدفاع الحسني الجديدي بجوج جوج هدفين لكل طرف في مباراه اللي شهدت مشاركه بعض لاعبي الفريق الاول. كيتعلق الامر بايوب خليقي, ايوب سكومه, علي الراشدي بالاضافه الى بوبلي اندرسون. ديال المباراه اللي شهدت تالق اللاعب بوبلي اندرسون التسجيل ديال الهدف الهدف الثاني فحمل توقيع ايوب سكومه. وهنا المهدي يمكن اللاعبين اللي كياكدوا الاحقيه ديالهم في باش يشاركوا مع الفريق الاول. ايضا صديق المهدي نعم على القرده الندوه الصحفيه اللي اعقبت مباراه ديال الدفاع الحسني الجديدي فبدو الزكي تعليقا على المواجهه اكد بانه احس بتعب لاعبين بعد مباراه ديال الديربي واضاف انه المسح النتيجه العرض اللي قدموا اللاعبين امام يعني الفريق اللي هو منظم بشكل كبير. عن بوبلي اندرسون التعلق ديالو مع فريق الامل فقال بان يعني هذا اللاعب قيمه كبيره جدا لكن باش يكون نعم. شكرا لك محمد القرضاوي.